الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار الطقس. وقفة أخيرة مع ليلى عمر. ليلى، شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أحوال طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة، رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة والعظمى فيها 33، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 23، مطروح 32، 22، بورسعيد 31، 24، الإسماعيلية 34، 23. ننتقل للسويس 34 22، العريش 32 23، طابة 37 25، شرم الشيخ 39 30، الغردقة 39 29. أما في الأقصر فالطقس شديد الحرارة العظمى فيها 43، الصغرى 27، أسوان 44 29، الوادي الجديد 42 27، شلاتين 41 31، وأخيرا حلايب 36 29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.